تصور وش هي هذما واش الكباش هذما تاع ما البلاصه واش عيطت لك قلت لي البلاصه بالاحمر اه وراها قلنا بن عمار بسباز قريب العيد مالا ورمضان كي غير فضى صحيح ايه مابقاش هذا شهرين 10 ايام ما بين العيد ورمضان اه شفت قدا في عمره هذا هذاك صغير هذاك عمره 3 اشهر 3 وحاجه 3 اشهر هذاك مريض هذاك اه هم خرفان صغار هذاك شهر قدا ما قلت ما تبيعش ما تبيعش آه قاعد ترقد واحد 3 ملايين ربعه كاكا كاكا من 3 وربعه ثم هنا بالاحمر فيلاج بالاحمر ها كان وش كان اراضي وش كان الزراعه لهنا عندك كل سباطن ما تخافش ما تخافش ما تخافش قداه بعيده عن نبه منها قداه بزبير بزبير البنك 18 يا 18 يا 20 فهم راحت هذا هنا تخافش هذيك موس اخويا وش هي موس لا جا موس تذبيح تذبيحها ما تجيبش ما تجيبش هذه كل ما فيهاش العشار اديني العشار وش العشار تشوف كرش ما فيهاش في كرش اه ما تذبحها حلال هذه مش كيما اه كاين فيهم الواحد اه طلع راسك خلاص هنا بالاحمر مالها فيلاش بالاحمر هذا دائما عيطوا له فيلاش بالاحمر